إن شاء الله تعالى في هذه الليلة نتناول بقية العشرة المبشرين بالجنة، ومن هؤلاء العشرة أبو إسحاق سعد ابن أبي وقاص، واسمه مالك ابن وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن أو زهرة ابن كلاب ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، وأمه حمنة. أسلم وهو ابن 17 سنة رضي الله عنه، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي الولايات من قبل عمر وعثمان، وهو أحد أصحاب الشورى رضي الله عنه، كان سديد الرأي. صفته كان قصيرا، سعد بن أبي وقاص كان قصيرا غليظا ذا هامة، شث الأصابع آدم نازل كانت فيهم قوة وفيهم خشونة عند موضع الخشونة، أفطس الأنف، أشعر الجسد في جسده شعر كثير. أولاده رضي الله عنه من أبنائه وبناته إسحاق الأكبر، ويكنى به يقال أبو إسحاق، ومن بناته أم الحكم الكبرى، ومن أبنائه عبد الله وعمر ومحمد، ومن بناته حفصة وأم القاسم، ومنهم عامر وإسحاق الأصغر وإسماعيل وأم عمران وإبراهيم وموسى وأم الحكم الصغرى وأم عمرو وهند وأم الزبير وأم موسى ومصعب، إلى غير ذلك من أبنائه وبناته رضي الله عنهم جميعا. من مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما في صحيح البخاري ومسلم، قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. تكلمة عجيبة يا جماعة، وكونه يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام ارمي سعد فداك أبي وأمي، يعني أمي وأبو أمي وأبي فدا لك. هذا من كمال محبته ومن شدة محبته صلى الله عليه وسلم لسعد. ومن الألفاظ الجميلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لسعد كما في صحيح الجامع للألباني، قال عن جابر ابن عبد الله قال: أقبل سعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خالي، يعني سعد ده خالي، فليريني امرؤ خاله. ده خالي، قال اللي وريني زول خاله ده خالي. من مناقبه سلامة صدره رضي الله عنه. قال ابن الجوزي عن طارق يعني ابن شهاب قال: كان بين خالد وسعد كلام، يعني شيء يسير، فذهب رجل يقع في خالد عند سعد، جاء واحد يتكلم في خالد عند منه سعد، وكان بينه وبين خالد شيء كلام، فقال: مه، إنما بيننا لم يبلغ ديننا. شي قال له ما وصل الدين، اختلاف ما وصل الدين ده ما بجوز لك تتكلم في الزول رضي الله عنه. وهذا من سلامة صدره ومن سلامة لسانه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. سعد رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة، إذا دعا على أحد فقد قامت عليه الدنيا. طيب، وعن عبد الله وكان صادقا كغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم جميعا ثقات، وهذا من مناقبه رضي الله عنه. قال ابن الجوزي عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل والده عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. كان سعد حدثك بحديث، لا تسأل عنه غيره. وهذا فيه صدق الصحابة، وفي هذه الصفة العظيمة وهي صفة الصدق، أن يكون العبد صادقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وفي لفظ: ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طيب، وفاته رضي الله عنه، مات سعد في قصره بالعقيق على 10 أميال من المدينة، فحمل على رقاب الرجال إلى المدينة، وصلى عليه مروان ابن الحكم وهو يومئذ والي المدينة، ثم صلى عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجرهن، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين إلى المقابر كعادة النساء. طيب، إلا عائشة رضي الله عنها لما ذهبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، القصة المعروفة والأحاديث الواردة في ذلك. قال ابن الجوزي: ودفن بالبقيع. قال: وهو ابن 74 ويقال 82 من عمره. وقال مالك بن أنس ذكر نفس الكلام: إن سعد بن أبي وقاص مات بالعقيق فحمل إلى المدينة ودفن بها.